عمر سارة بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بنهائي بطولة السباحة الأولى من نوعها بالمحرر. طبعا هاي البطولة هي سلسلة أنشطة قمنا فيها نحن منظمة شفق مركز الكرامة المجتمعي. طبعا الهدف من هاي البطولة ومثلها من البطولات هو أنه نحن نخرج العالم من أجواء الحرب والدمار، إضافة نعطيهم جرعة من جرعات الدعم النفسي الاجتماعي. طبعا شارك بهاي البطولة ثلاث فئات اللي هن الأشبال والناشئين والرجال، حوالي 150 شخص كانوا مشاركين، عدد مو سهل. طبعا إضافة هدف من أهداف هاي البطولة أنه الناس تمارس لعبة بحبوها. طبعا ساد هاي البطولة أجواء من الحماس، أجواء من التحدي. طبعا نحن منقول للفائزين ألف مبروك، منقول للخاسرين هارد لك، التعويض بالقادمات إن شاء الله. من الله تمكننا من الوصول للنهائي، ومن ثم نشكر نادي دركوش العاصي ومدربنا الكابتن صفار رمضان. وصلنا للنهائي وخضنا تجارب، دربنا يومين وبعده جينا على المنافسات. دوري المجموعات أهلنا للنصف، وهلا بالنصف عم نخوض دوري النهائي وان شاء الله نفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بعثة نادي دركوش العاصي قدمنا لمسابقة 50 متر حرة في مسبح أدلب البلدي برعاية منظمة شفق. شاركنا بالفئات الثلاث، أشبال، ناشئين، رجال. الحمد لله رب العالمين والشكر لله عز وجل، حققنا المراكز الأولى، الأول والثاني على مستوى الرجال، والأول والثاني على مستوى الناشئين. الناشئين أول، ثاني، ثالث، مراكز ثلاث، والأشبال المركز الأول والثاني أيضا. حصدنا جميع الألقاب، نشكر الله عز وجل على هذا، على هذه النتيجة، ونشكر منظمة شفق على رعاية مثل هذه البطولات التي تعطي الأمل بعد الألم الذي نعانيه من القصف والإجرام من قبل النظام، يكون متنفس لهؤلاء الأطفال في مثل هذه البطولات. شكرا. يلا تعال هو للجنبين، لا تطلع، يلا سلم على الشباب وتعال. المركز الثاني صبحي اسطنبول. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله اليوم بعد تدريبات سباحه طول الدوره الصيفيه، اليوم خضعنا مثل بطوله انديه او بطوله مراكز، كانت لفئه الصغار وفئه الناشئين وفئه الرجال، والحمد لله صار مراكز وصار منافسات قويه، ونتمنى نحن من ان دائما يصير هذا العمل ونفعل هذا النشاط الرياضي في كل المناطق هذه.